أهلا بكم مشاهدينا الكرام. واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعاتها الجماعية حتى منتصف تعاملات اليوم، فقد صعد مؤشر اي جي اكس 30 الرئيسي بنسبة 91%، كما ارتفع مؤشر اي جي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 48%، كما ربح مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 53%. جرمين إبراهيم معنا من مقر البورصة المصرية لتطلعنا على المزيد من التفاصيل عن هذه الارتفاعات، وإن كانت مستمرة حتى الآن أم آخذة في الهبوط. جرمين إليك. مرحبا بك ولاء. بالفعل الارتفاعات واللون الاخضر ما زال يسيطر على مؤشرات البورصه المصريه في منتصف تعاملات اليوم، فهناك ارتفاع جماعي لكافه المؤشرات. اذا تحدثنا عن مؤشر اي جي اكس 30 فقد ارتفع بنسبه 87%، مسجلا 13799 نقطه، وهي تقدر ب 109 نقاط. ايضا مؤشر الشركات الصغيره والمتوسطه اي جي اكس 70 فقد ارتفع بنسبة 29%، مسجلا 753 نقطة وبفارق 3 نقاط عن بداية تعاملات اليوم. أيضا نفس الأمر المؤشر اي جي اكس 100 الذي ارتفع أيضا بنسبة 34%، وهي تقدر ب 1711 نقطة، ويعني هي بفارق 6 نقاط عن بداية تعاملات اليوم. إذا تحدثنا عن مستوى السيولة فقد تجاوزت 340 مليون جنيه بإجمالي عدد عمليات 11718 عملية. أيضا تم التداول حتى الآن على 154 سهما، ارتفع 103 أسهم وانخفض 29 سهما، بينما حافظ 23 سهما على ثباتهم. أنشط القطاعات حتى الآن بيأتي في المرتبة الأولى قطاع البنوك، بيليه قطاع الاتصالات، ثم قطاع العقارات. أعود إليك مرة أخرى. نعم جرمين إبراهيم، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل والأرقام من مقر البورصة المصرية.